مدرس من مواليد مدينة الرباط، أستاذ موسيقى وفي نفس الوقت مطرب ومغني لأغاني جديدة وطربية. اكتشاف كان عند الخاي الكبير، هو اللي كان اكتشفني، وأستاذ الموسيقى ديال الغناء العربي، واكتشفني في سن صغير، يعني 8 سنين 9 سنين تقريبا، اكتشفني في انني كنغني، دونك دفعني للمجال الموسيقي من الصغر ديالي. اول اغنيه غنيتها هي اول مره تحبي يا قلبي ديال عبد الحليم حافظ، كنت باقي صغير بزاف، كنت مبلي بالافلام اللي كانوا كيديروها كل جمعه، كانوا كيديروا فيلم من الافلام القديمه، وكنت انا كنتفرج في عبد الحليم حافظ بزاف. دونك اول اغنيه حفظتها هي اول مره، واول اغنيه اديتها على في التلفازه المغربيه هي اول مره، اغنيه اول مره تحبي يعني. ملي كيسمعوا الناس الصوت ديالي لاول مره، يعني زعما اغلبيه تيقول لي زعما صوتك فيه شويه، تيحس بالهدوء بالاطمئنان، يعني كيجي اغلبيه في الاغاني الحساسه، اغاني يعني الشاعرية. هو في الأول كنت أغلبية كنغني كما قلت لك في سهرات وحفلات فنية، دونك كنت ما باش ننتقل من أنك من أغاني من واحد النوع الأغاني الجديدة، كان شوية جاتني صعيبة أنني ننتقل من الأغاني اللي قديمة الطربية اللي قريتها اللي درستها، الأغاني خفيفة كانت ربما الفكره مغايره، كتقول ربما هاد الاغاني خفيفه ماشي زعما، كنت تقلب على الاغاني اللي خصها تبرز لك الصوت ديالك. هو لا دابا الوقت تبدلات، كل وقت وقتها ولات الاغاني الكلام يكون مزيان ويكون التوزيع مزيان والصوت هو، ولكن اغاني ولات خفافت على حسب الوقت، كل وقت والاغاني ديالو. دونك خديت قرار انني نتجه للاغاني الجديده والاصدارات الجديده. هو صراحه ماشي بحال شحال هذه كان، يعني باش تكون مغني اول حاجه خصك عندك صوت ومساحات صوتيه، يعني دونك لما كانش عندك هذا المعيار ما يمكنش. دابا ولا التوزيع الموسيقي كيلعب دور اكثر، يعني يقدر مغني يكون صوته محدود ولكن يكون التوزيع مزيان، موسيقى مزيانه وحديثه وايقاعات خفيفه، يقدر المغني يعني يدير البوز، يتشهر في العالم في المغرب ولا خارج المغرب، يعني ولا التوزيع كيلعب دور مهم، والبساطه ديال الالحان، يعني مابقاش كتعتمد على الصوت بصفه عامه، على مكون كامل من التوزيع وبساطه الالحان. ضروري الصوت ماشي ما يمكنش يكون، ولكن واخا يكون محدود تيقدر ينجح. هو شاركت في برامج اكتشاف مواهب شحال هذه، يعني برنامج نجوم الغد كان في دوزيام، كنت شاركت فيه، وكنت بدات زعما الحمد لله زعما غنيت سهرات اسبوعيه لا في التلفازه المغربيه لا. دونك من بعد ملي بانوا بزاف البرامج، ولاو تيتخرجوا مجموعه من المغنيين، دونك كل عام تنقولوا كل عام كيبانوا خمسه سته، دونك هما اللي كيوليو تيعيطوا لهم في السهرات. وكانت اخر تجربه هي برنامج دوين رئيس في لبنان. هو كان برنامج عباره عن بحال لعبه غنائيه، يعني كانت بحال شكل برنامج من سيربح المليون، كان هو بالغناء، دونك كان فيه مواجهات، وكان فيه ربح مادي بالنسبه للمغنيين، دونك ما عطاش واحد اعلاميا ما كانش معروف بزاف، داز في قناه ديال دبي وال بي سي اللبنانيه وفي دبي ديال الامارات، ولكن كان هو بقدر انه لعبه اكثر من انه ما عطاش بزاف ديال ما تشارش بزاف، يعني الحمد لله كانت تجربه ناجحه فيه. هو الصراحه المغرب يزخر بزاف ديال المواهب اصوات، وبحكم التموقع ديالو الجغرافي تنوعيه الصوت ديال المغاربه مختلف على الشرقيين وعلى مجموعه ديال الدول العربيه. الصراحه كاين اللي بقى مرتبط بالاغاني الطربيه، وهذا ما قدرش يفرض راسه في الاغاني الجديده، كاين اللي تيقول لك انا ما نغنيش اغنيه جديده ما تبين لي الصوت ديالي، دونك ما يمكنليش. كنعرف بزاف الاصدقاء اصوات جميله، ولكن ما يقدرش زعما يغني اغنيه ساهله، زعما يقول لك بسيطه، باقي ما وصلش انه راه كل وقت خصو عنده اغاني ديالو، وما بقاش شحال هذيك خاصك تسنى منتج ينتج ليك، وخاصك انت دابا تنتج راسك وتتبع الانتاجات ديالك ماديا ومعنويا، يعني باش توصل. وكاين اللي باقي كيتسنى داك الفرصه ديال يجي شي واحد هو اللي يطلعو يبينو يوريه الطريق، ولكن راه ما بقاش هادشي،
داكشي علاش بزاف الناس باقيين في بلايصون كيتسناو ولكن غيبقاو لما تحركوش بيديهم يعني على المواضيع ديالهم راه ما غاديش يكون عندهم زعما شي نصيب في هذه الساحه الفنيه.